مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، ارتفعت تكاليف مراسم دفن الموتى إلى مستويات باهظة، إذ أصبحت هذه المراسم تتطلب حسابات مالية جادة ودقيقة، مما يزيد من الضغوط المالية على العائلات والأقارب. قبل 2019 كنا كثير نستورد من برا. من بعد 2019 كثير تخفف الاستيراد من برا، صار الاستيراد من برا محصور ببعض الأشخاص يلي عم بيجيبون ومننقي منه إن إحنا صندوق أو اثنين أو ثلاثة منحطهم، بينما قبل كنا نعبي الديبو بضاعة مستوردة من برا. لما بيصير في وفاة بتصير أنت عم بتجرب قد ما فيك تكرم هالشخص اللي راحل، بيصيروا ينقوا الصندوق اللي أتقل، بيصيروا ينقوا الصندوق اللي أغلى، لأنه بالنسبة للعالم ما كانت تفرق 3000 دولار أو 4000 دولار أو 2000 دولار أو 5000 دولار. بالنسبة للأزمة الاقتصادية أثرت كتير منيح، وأثر كمان وراها جنحة كورونا. كورونا كمان لعبت دور بهذا الموضوع، لأنه بالنتيجة نحنا مش بس حق الصندوق، يعني نحنا مش بس شو بتشتري صندوق، في بمراسم الدفن في مكملات، يعني بيبقى في زهور، بيبقى في كاترينج ليهتموا بالأشخاص الموجودين بالعزاء. ذكر عبد خوري مالك أحد محال توفير لوازم جنائز الموتى أن تكاليف الجنازات قد انخفضت نتيجة تراجع الدخل، مما دفع العديد من الأفراد إلى اتخاذ إجراءات تقشفية فيما يتعلق بالجنازات وتقليل التكاليف. هلأ بهاي الفترة صار الألف دولار مشكلة كتير كبيرة إنه الواحد يقدر يحصل عليه، مشان هيك هلأ أغلبية العالم لما بصير عندها حالة وفاة عم بتكرم موتاها باللي بتقدر تعمله، بس إنما عم بتخفف الكلفة، يعني الزهور عم بتنقي نوعية الزهور أخف، كنا قبل نحط ورد أبيض، عم بنقوا صناديق كلفتهم أقل من اللي كانوا ينقون قبل، بس كمان منيح وحلوة ومرتبين. صاروا مثلا بدل ما يعملوا بأيام التعازي، لأنه بوقت التعازي بتعمل غدا للي عم بيجي ترم الظهر وللأهل، صاروا عم بخففوا شوي من هيدا المصروف، بدل ما كانوا يبعتوا مواكبة مع السيارة سيارة تاني، يعني يروح بالدفن سيارتين، صار هلأ أنجأ عم بيقدر يطلع سيارة. كل هاي الأمور بتحس إنه صار في ضيقة اقتصادية عند أغلبية الشعب اللبناني. ومن جهة أخرى، أجبرت الضائقة المالية لجان الوقف في بعض البلدات على شراء تابوت واحد لاستخدامه في كافة الجنائز. هلأ لخبرك إياها، هذا موضوع بالضياع تكاتفوا الأهالي كلهم مع بعض، وفي ضياع معينة شاري صندوق واحد. هالصندوق يلي كل واحد بيتوفى من الضيعة بيستعمله هو ذاته، ولما بدهم يدفنوه بيشيلوه وبحطوه بصندوق تاني خشب أقل كلفة. هيدي الظاهرة صايرة موجودة ببعض الضياع بلبنان، وهالشي لحتى أول شي يساوي الكل مثل بعض، لأنه أنك إنسان من التراب وإلى التراب تعود، تيساوي الكل مثل بعض، وبنفس الوقت يخفف كوست كلفة على المحزونين يلي فقدوا فقيد. هذه التكاليف المتزايدة للجنازات تعكس واقع الصعوبات المالية المتصاعدة في الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تمثل ضغوطا جديدة تواجه الأفراد والمجتمع بأكمله.